السلام عليكم متابعي قناة الرادار الرياضية، نرجو منك الضغط على اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النجم المصري مرة تلو المرة، مباراة تلو المباراة ولقطة تلو الأخرى، يثبت لنا أنه تطور بشكل كبير في الموسم الحالي وأصبح لاعبا فوق العادة، بل أصبح محمد صلاح قريبا من شخصية سوبرمان عند جماهير الريتس، والذي يفعل كل شيء بمفرده لينقذ فريقه من الانهيار. نلاحظ في كل مرة يقود فيها الفريق إلى هجمة مرتدة ترتبك أمامه دفاعات الخصم بشكل غير طبيعي، فهذا هو صلاح، يفعل كل شيء لينقذ ليفربول من المواقف الصعبة، وهو بالضبط ما حصل الليلة في مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي. أبو مكة خطف النقاط الثلاث من بين أيدي ليستر سيتي ليقدم هدية لجماهير ليفربول في بداية العام الجديد. الجميلة في المسألة ليست الهدفين بل في طريقة إحراز الهدفين. عرفنا عن محمد صلاح خلال السنوات الماضية بأنه ماهر جدا في استغلال المساحات واللعب على الأطراف، لكن اليوم أثبت أنه يملك أكثر من ذلك بكثير. في الهدف الأول شاهدنا استلاما مميزا للكرة من الزميل في العمق، توغل ثم هدوء أمام المرمى، مراوغتين في مساحات ضيقة، ثم إنهاء مثالي داخل الشباك. ربما كان بإمكان صلاح تمرير الكرة، لكنه بما أنه وضعها داخل الشباك فلا أحد يستطيع لومه، هو حصل على المخاطرة ونجح في ذلك. بينما الهدف الثاني حكاية أخرى، صلاح استلم الكرة وكان ظهره للمرمى وكان من خلفه مدافع ليستر سيتي، لكن كما قلت قدرات أبو مكة أصبحت استثنائية، والتي جعلته أن يقوم بحجز الكرة ثم الدوران بجسده رغم محاولات المنافس لإعاقته، بل والتخلص من المدافع للانفراد بالمرمى ثم وضع الكرة بهدوء داخل الشباك. هدفي صلاح أثبت أنه ماهر في استغلال المساحات الضيقة والتحرك في العمق بين المدافعين، ماهر جدا في المراوغة، يتمتع بقوة بدنية مما يصعب إسقاطه، لديه إصرار كبير على التوجه نحو المرمى وتسجيل الأهداف، والأهم من ذلك يمتلك شخصية البطل لإنقاذ فريقه من مواقف صعبة. ليفربول عزز من موقعه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، والفضل دائما بالدرجة الأولى إلى محمد صلاح، مما يجعله مرشحا فوق العادة لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. حقا إننا نتحدث عن أسطورة مصرية وهي محمد صلاح. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.